السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أطفال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم هو الصوت للصف الثالث الابتدائي من مادة العلوم. انظروا معي لنتعرف على مفهوم الصوت. في هذه الصورة كيف نستطيع أن نسمع الأذان؟ هل فكرتم يوم كيف نستطيع سماع الأذان من هذه المساجد؟ أحسنتم، عندما يقوم المؤذن بالأذان ماذا يحدث؟ أحسنتم، هو عندما يحدث للأوتار الصوتية تهتز فإنه يصدر الصوت، يصدر الصوت وهو صوت الأذان، تنتقل أيضا عن طريق السماعات وتنتشر اللي هي عندنا في الهواء، ثم تلتقطها اللي هي عندنا الأذن، تلتقطها الأذن وهنا يصل إلينا الصوت. إذن عن طريق حاسة السمع. الآن في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على مفردات جديدة وهي الاهتزاز، الصوت، شدة الصوت وحدة الصوت. هيا بنا. ما الصوت؟ يحدث كثيرا من الأصوات حولنا، بعضها مؤنس وبعضها مزعج، والصوت شكل من أشكال الطاقة. إذن أولاً هناك كثير نسمع أصوات جميلة حولنا مثل صوت العصافير، صوت الأذان، إذن هذه أصوات جميلة. في عندنا أيضاً نسمع أصوات مزعجة مثل صوت الحفارات، صوت المعدات، إذن أيضاً نسمع عندنا أصوات رفيعة، في عنا أصوات حادة، إذن هذه أصوات نسمعها من حولنا دائما. أولا سنتعرف ما هو الصوت. هو شكل من أشكال الطاقة، ينتج عن ماذا؟ عن اهتزاز الأجسام، اهتزاز الأجسام، فبدون الاهتزاز لا يوجد صوت. وما معنى الاهتزاز؟ إذن هو حركة سريعة في اتجاهين متعاكسين. لو أخذنا مثال في البيت، أحضرنا مسطرة ووضعناها على حافة الطاولة وحركنا الجزء من المسطرة، عندما تحرك ماذا يحدث؟ أحسنتم، إذن هو يحدث صوت، يحدث صوت، لكن عندما تضع يدك على المسطرة فورا وتوقفها، إذا أنت أوقفت الاهتزاز إذن هو توقف الصوت. إذن الصوت هو نتيجة اهتزاز الأجسام. انتقال الصوت، كيف ينتقل الصوت لنا؟ ينتقل الصوت عبر الغازات والسوائل والمواد الصلبة، ولا ينتقل الصوت في الفضاء. لماذا؟ لعدم وجود مادة تنقل موجاته. إذن الصوت له موجات، هو بينتقل عبر الغازات أو السوائل أو المواد الصلبة، لكن في الفضاء لا ينتقل الصوت. لماذا؟ لعدم وجود مادة تنقل موجاته. تكون سرعة الصوت أكبر عندما ينتقل عبر المواد الصلبة وأقل منها في المواد السائلة وأقل عبر الغازات. إذن تختلف عنا انتقال سرعة الصوت من المواد الصلبة، بتكون عالية وأقل في السوائل وأقلها في الغازات، لكن في الفضاء لا يتم انتقال الصوت. لماذا؟ لعدم وجود مادة تنقل موجاته. الآن انظروا بعد هنا أصوات عندنا مثل صوت العصافير، هنا صوت جميل. في عندي صوت الطائرات، هو صوت عالي ومؤذي، إذن هو صوت عالي جدا ومؤذي، إذن هو يؤذي. كيف تختلف الأصوات؟ نلاحظ الآن اختلاف الأصوات. تختلف الأصوات عندنا في شدة الصوت، مثلا أقول مقدار علوه، فصوت الطائرة أشد من صوت السيارة، أي أنه أعلى منه. إذن أقول أشد يعني أعلى، إذن هو صوت الطائرة حيكون أعلى من صوت السيارة، فإذا هو حيكون أشد منه. وتنتج الأصوات ذات الشدة العالية من اهتزازات قوية ذات طاقة كبيرة. إذن كيف تحدث عند الأصوات العالية؟ نتيجة الاهتزازات قوية فينتج عنه أصوات عالية. أما حدة الصوت فتتصف كما هو حاد أو غليظ، مثل أقول مثلا صوت المرأة حاد بينما صوت الرجل غليظ. إذا شدة الصوت كيف أعرفه؟ بمقدار علو الصوت، لكن حدة الصوت أقول مثلا هناك أصوات حادة أو غليظة، مثل صوت المرأة حاد بينما صوت الرجل يكون غليظ.
صوت المنبه مثلا عندي هنا عندما أضع جرس المنبه في الساعة، إذا هو يكون صوته أشد من صوت دقاتها، دقات الساعة تكون صوتها قليل، صوتها يعني أقل شدة من صوت المنبه العالي. كيف أسمع الأصوات؟ هل فكرتم يوما كيف نسمع الأصوات؟ أحسنتم، عن طريق الأذن. يوجد عضو السمع في الأذن، كيف يقوم؟ عندنا في الأذن يوجد صوان كبير يقوم بتجميع موجات الصوت ثم توجيهها عبر القناة السمعية نحو الطبلة الأذن، فعندما توصل إلى الطبلة ماذا يحدث لها؟ تهتز الطبلة مما يسبب اهتزاز العظيمات الثلاثة داخل الأذن، ومنها تقوم الأعصاب بنقل هذه الاهتزازات إلى الدماغ فأسمع الصوت، إذن هكذا يقوم اللي هي عندنا الأذن بإسماعنا الصوت. الصورة اللي عندنا شكل الأذن، عندي هنا الصوان الأذن يقوم بماذا؟ بتجميع موجات الصوت، إذن هو جمع موجات الصوت اللي عندنا بشكل الزهري هذا، ثم انتقالها عبر القناة الأذن إلى الطبلة، الطبلة التي لونها أزرق، فتقوم هنا الطبلة بالاهتزاز، تقوم الطبلة بالاهتزاز بسبب اهتزاز العظيمات الثلاثة داخل الأذن، نعم، ومنها يقوم بنقلها الأعصاب، هاي الاهتزازات بتنقل الأعصاب الاهتزازات هاي إلى الدماغ فأسمع الصوت، إذن هاي هي طريقة سماعي للأصوات. كيف أحافظ على أذني؟ حاسة السمع أولاً هي إحدى الوسائل التي تؤهلني للتواصل مع أقاربي وبيتي وبيئتي، وأذني عضو مهم يجب المحافظة عليه. أولاً كيف أفعل؟ لا أقوم بإدخال أي جسم صلب فيها كأصبعي أو قلمي، لأن ذلك يضر الأجزاء الداخلية للأذن، إذن يجب أن نحافظ على أذننا، لا نضع الأجسام الصلبة فيها أو مثل القلم أو أصبعي لأنها تضر الأجزاء الداخلية. أيضا يجب المحافظة على الأذن، أيضا إذا شعرت بألم أنني أراجع الطبيب المختص لألام الأذن. أيضا لا أبعد عن الأصوات العالية التي تؤثر على أذني، مثل اللي هي عندنا هنا صوت الحفار يؤدي أنه يؤثر على الأذن وسلامة الأذن. واجب الآن لك عزيزي الطالب، كيف ينشأ الصوت؟ أتمنى إنجاز هذا الواجب، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. هذا هو درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.